للحديث أكثر عن تصاعد الغضب الشعبي في ظل القمع الحكومي والميليشياوي للناشطين المطالبين بإسقاط العملية السياسية وشركائها، ينضم إلينا عبر الهاتف من ميسان الناشط في التظاهرات علي الكاظم. سيد علي، بداية أهلا بك. ثورة تشرين تدخل شهرها التاسع للمطالبة برحيل نظام المحاصصة الطائفية وأحزابها الفاسدة، ويستمر معها كذلك قمع قوات الأمن والميليشيات. بداية، هل ترى أن القمع قد منع المتظاهرين من استكمال ثورتهم أم زادهم إصرارا؟ بالبداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا للاستضافة. يعني أنا أعتقد بصراحة أن موضوع القمع اللي هو استهداف المتظاهرين واللي نشط بالأيام الأخيرة خصوصا بعد حرق مجموعة من قيم المتظاهرين في بنتان من قبل جهات معروفة في محافظة ميسان، تسعى لاثنين من المتظاهرين الحقيقيين والمدنيين المستقلين، وكذلك تسقيط الذي لحق بولد الشهيد مهند القيسي في النجف الأشرف من قبل أيضا جهات سياسية معروفة ومتورطة بدم شهداء التظاهرات. هذه الأفعال وإن كانت هي أفعال بسيطة مقارنة بما فعلته حكومة القناصين، حكومة عادل عبد المهدي بالمتظاهرين، فهي ليست بجديدة عليهم بصراحة، لكن اتوقع ان هذه الافعال هي افعال اصبحت موضوع استهزاء وسخريه من قبل المتظاهرين، لانها اصبحت واضحه جدا. نعم. والمتظاهرين مستمرين في مطالبتهم بحقوقهم المشروعه والتي خرجوا عليها وفقدوا احد احبتهم منذ 61 ولغايه اليوم. نعم. سيد علي، بعد هذا او هذه التوطئه منكم، كيف تنظرون لهذا القمع المستمر من الميليشيات وقوات الأمن ضد المتظاهرين واستخدامها كما تفضلتم كافة أنواع البطش والتنكيل، كيف تنظرون لذلك؟ يعني بصراحة للأسف الشديد كنا ننتظر من الحكومة الجديدة التي تشكلت قبل شهر تقريبا أن تقوم بواجباتها تجاه حماية المواطنين، لكن للأسف الشديد لا تزال الميليشيات والجماعات المسلحة مسيطرة على المشهد الأمني في كافة المحافظات التي تشهد هذه التظاهرات، ولهذا نرى أن عملية القمع للمتظاهرين تكون عن طريق مجموعة من العصابات المسلحة وبمرأة وأمام منظار قواتنا الأمنية والتي لا تستطيع أن تحرك ساكن بسبب خوفها من بطش هذه الميليشيات. وشهدنا أكثر من مرة عملية تصادم مباشرة ما بين هذه الميليشيات وبعض من القوات الأمنية التي رفضت أن تضحي بأبنائها وشبابها من المتظاهرين. لهذا أرى أن حكومة اللا دولة وحكومة الميليشيات وحكومة القناصين والدولة العميقة لا تزال تسيطر على مقدرات الدولة، ولم يستطع السيد الكاظمي الحفاظ على هذه السلة أو النخبة الطيبة التي ضحت بكل ما تملك من أجل مستقبل العراق ألا وهم الشباب المتظاهرين. سيد علي، في تصريحات نشرتها الرافدين، الناشط ضرغام ماجد يتهم ميليشيا العصائب بمهاجمة منازل الناشطين في بابل. لعلها ليست المرة الأولى ولا المنطقة الوحيدة التي تمارس بها الميليشيات القمع ضد الثوار. باعتقادكم، هل تغيرت نظرة الشارع العراقي؟ نظرة الشارع العراقي هل تغيرت للميليشيات وباتت تفهم الدور الحقيقي الذي أنشئت من أجله؟ يعني بكل تأكيد وبصراحة، خصوصا في المحافظات التي تنشط بها هذه الميليشيات. نعم. وللأسف الشديد بعد تضحية الكثير من شبابنا في المعارك ضد داعش، كان لهذه الأسماء المشاركة في الحديث احترام، لكن بعد المظاهرات تحولت هذه الميليشيات إلى عصابات قتل وقنص واغتيال لعدد كبير من المتظاهرين. لهذا استنست هذه الميليشيات فقدت مكانتها عند الكثير من البسطاء لدى الناس الذين كانوا يتوقعون أنها جاءت لخدمة المواطن، لكن هي لم تأتي لخدمة المواطن، بل السيطرة على مقدرات الدولة وقمع الشباب المدنيين المستقلين. لاحظنا عدد كبير من الاغتيالات في ميسان، في ذي قار، وفي بقية المحافظات. كل مكاتب هذه الميليشيات والأحزاب تم حرقها في هذه المحافظات قبل تقريبا أسبوع أو 10 أيام. بعضها أحدى هذه الميليشيات حاولت الاستعراض قرب احدى ساحات التظاهر في ميسان، رد عليهم الشباب المتظاهرين بحرق لمكتب هذه الميليشيا من جديد، وهو رد لهذه الميليشيا او كل من يحاول اعاده سيطره هذه الميليشيات او الاحزاب على محافظاتنا المنتفضه والثائره ان شاء الله. سيد علي، لماذا برايك تزداد وتيره القمع والتنكيل مع اقتراب اي استحقاق سياسي؟ بمعنى اخر، مع اقتراب اجتماع البرلمان لاستكمال حكومة الكاظمي نرى أنها تزداد وتيرة القمع، ما الأسباب التي تقف وراء ذلك باعتقادك؟
يعني انا اعتقد بصراحه ان هناك بعض الجهات السياسيه التي تحاول الضغط على بقيه الكتل السياسيه من اجل نيل المكاسب والاستعداد للانتخابات المبكره، وهناك جهه سياسيه واضحه المعالم لديها جمهور كبير لم يتغير ولم ينتهي ولاءه، وهي مستعده لاجراءات لاجراء الانتخابات المبكره. تحرك هذه الجهه السياسيه عناصرها في المحافظات من اجل زياده القمع على المتظاهرين، ومن اجل الضغط على حكومه السيد الكاظمي للتعجيل بالانتخابات، او الضغط على السيد رئيس مجلس النواب ونوابه من اجل خلخله الوضع والاتجاه الى انتخابات مبكره بقانون انتخابات مفخخ وملغم وغير مرضي لكثير من المتظاهرين، كونه ملغم ولم ينجز ولم يختم لغايه الان. لهذا هذه الجهات السياسيه تحاول خلخله الوضع وبث ضبابيه كبيره من اجل الحصول على مكاسب سياسيه. نعم، في سؤالي الأخير إليك سيد علي الكاظم، وأنت النشط في تظاهرات ميسان، يعني ناشطون يقولون أن مطالب الثورة لم تتحقق وستعود التظاهرات لذروتها بعد انتهاء أزمة كورونا. السؤال، ماذا أعددتم من أجل عودة الثورة بموجة جديدة؟ هو بكل صراحة ما كسبناه من مكتسبات على الأقل معنوية في الفترة السابقة وبعد أن أقلنا حكومة القناصين، يبدأ الاستعداد الآن إلى القيام بردة فعل قوية بعد ما وعدتنا الكتل السياسية بأن حكومة الكاظم ستكون حكومة انتقالية وحكومة مؤقتة وإجراء انتخابات وما إلى ذلك من الأكاذيب. استمرارها بهذه الأكاذيب سوف يؤدي إلى استعداد كبير وكثير من المفاجآت وكثير من ردات الفعل، وعليهم أن يأخذوا حذرهم. وما حدث في أمريكا في الأيام الأخيرة هو خير مثال أن الشعب يستطيع أن يسقط أكبر حكومة وأكبر دولة مؤسسات، وما الحكومة الحالية في العراق إلا دولة مؤسسات واهية وآيلة للسقوط. فعليهم أن يستعدوا أن سوف يتم إسقاط جميع الكتل السياسية والأحزاب والميليشيات المسيطرة على المقدرات. الناشط في التظاهرات علي الكاظم، كنت معنا عبر الهاتف من ميسان، شكرا جزيلا لك.